بتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة ولكن من مصادر نظيفة وذلك بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية على مراحل لإنتاج 5000 ميجاوات من تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. ناصر السليمي والتفاصيل. يعد المجمع ركيزة أساسية في تحقيق هدف الإمارة لتوفير 75% من إجمالي مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. طبعاً مشروع الطاقة الشمسية هم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، توجيهات ورؤية السديدة أن لازم نبني مدينة دبي تكون مدينة مثالية، وعلى أساس هذه الرؤية معالي مدير عام سعيد طاير له نظرة وله بصمة سباقة، حريص جدا على أن يترجم توجيهات مع صاحب السمو الشيخ محمد إلى واقع على الأرض. فعلى أساس أن حبينا 2013 كانت بداية متواضعة، ولكن مع تقدم الوقت بدأت أضافنا خبرات كبيرة وأضافنا أيضا مهارات أكبر، وعندنا فريق مواطنين كادر كل مواطن يدير المشاريع، والحمد لله نحن الحين جاهزين لرؤية صاحب السمو ورؤية الدولة أيضا إلى 2050. يعتمد المجمع على تقنيات الطاقة الشمسية المتعددة مثل الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. بدأ تنفيذ المشروع في عام 2013، ومن المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات عند اكتماله بحلول عام 2030، ما يقلل من انبعاثات الكربون ويعزز الاستدامة البيئية. تم إنتاج 2870 ميجاوات وتحت الإنشاء 2800 تقريبا. مشروع مرحلة السادسة مع مطور مصدر، ونحن حاليا بدينا في المشروع من شهر 8، تم إرساء المشروع اللهم صل على سيدنا محمد مصدر، وكذلك كان في تنافس شديد بينهم وبين مشاريع أخرى أكوا بالذات، ولكن رسل المشروع على مصدر لهم قدموا لنا أفضل عرض. وفي نفس الوقت المشروع حين بدينا نحن دائما نقسم المشروع على مراحل، فهو 1800 ميجاوات نقسم على مرحلة الأولى بتكون 600 ميجاوات، مرحلة الثانية 400 ميجاوات، مرحلة الثالثة 800. فالمرحلة الأولى بتنتهي إن شاء الله شهر 11 25 11، المرحلة الثانية بتنتهي شهر 4 سنة، وكذلك مرحلة الثالثة بتنتهي في بداية سنة 2027. يتضمن المجمع عدة مراحل، حيث تم تشغيل مراحل مختلفة بقدرات متزايدة، ويساهم المجمع في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات من خلال إنتاج طاقة نظيفة، خلق فرص عمل، ودعم الابتكار في مجال الطاقة المتجددة. وصل مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إلى انتهاء المرحلة السادسة من الإنشاءات، ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم، ويعكس التزام دبي بتعزيز الاستدامة والطاقة المتجددة.